وحتسيوى المتفردة في إنتاجها من التمور ذات المذاق الخاص يقبل على شراء إنتاجها زوارها من المصريين والأجانب خلال وجودهم بالواحة الخضراء، وتعتبر مصدر رزق لكثير من الأسر. موسم حصاد التمور بواحة سيوة يبدأ في شهر أغسطس من كل عام، وتشتهر الواحة بكونها الأكثر إنتاجاً للتمور في مصر، وتمتلك أكثر من 700,000 نخلة تنتشر على مساحة 5,600 فدان، مما يساهم في إنتاج نحو 84,000 طن من التمور سنوياً وفقاً للهيئة العامة للاستعلامات. المحاصيل الموجودة أو أصناف البلح الموجودة عندنا هنا في سيوة، عندنا المحاصيل الرئيسية أو المحصول الرئيسي أو الأساسي هنا في الواحة اللي هو البلح السيوي، وعندنا أصناف تانية زي الفريحي، وعندنا أصناف نادرة، وعندنا برضو الأصناف العربية دخلت بقوة هنا في سيوة زي البرحي والمجدول. ومن أشهر أنواع التمور بواحة سيوة السيوي والفريحي بالإضافة إلى الأصناف النادرة مثل الغزالي، فضلا عن الأصناف العربية مثل المجدول والبرحي. نضوج التمور بيبدأ من 1/10 يعني 1/10 بيبقى التمر كده كامل جاهز للجمع، من 1/10 لحد شهر 12 ده بيبقى خلاص كله ناضج وبيبقى جاهز للتصنيع. بعد كده بنودي بقى البلح للمصنع او الثلاجه بنخزنها على حسابنا الخاص. وعقب انتهاء موسم الحصاد بسيوة يقوم المزارعون بعمليات الخدمه المتكامله للنخيل بدايه من شهر ديسمبر وحتى شهر مايو، وبسبب هذا الاعتناء تصنف مصر بالدوله الاولى عالميا في انتاج التمور.